من أهم عصابات السرقة عصابة الأشباح، العصابة يلي مدوخة الشرطة صار لها سنين. عملية جديدة وحرزانة، عملية فظيعة. في حفلة بخمس الشهر، إذا كنا دفاع مدني نقدر نفوت على الفيلا بلا ما حدا يشك بشي. جايين نتطوع بدفاع المدني، إطفاء، إنقاذ، إسعاف، هيدا هو شغلنا. شغلنا منه للتسلية ولا للبهورة أبدا. اتركوني، ما بدي خلي، اتركوني ارجع من محل ما عم تطلع ارجع. نحن شغلنا صعب. اوزة صعب يعني؟ مين قالك انه نسوان مش عوية؟ بتعرفي انه تلت ارباع المسح جد؟ في مجال ما تتدخل بيني وبين خطيبتي؟ اقولك حضلك عجبتي بس يعرف انك حرامية؟ سمر شو عم تعملي؟ ما فيك تطلع لفوق؟ لك تركوني يا اختي جوا. تيتا هيدي انتي بالصور؟ تيتا بعيني كولي. سمر بس بتسمع ما بتحكي. انت بتلعب شو؟ ايكيدو. ايه الباص؟ استعدت. نورتي يا حماتي. ليردني ليردني عادي بشغل اليوم. شو يا مان؟ الشباب بيقدروا يعملوا هيك؟ بس بعرف شو أحلى شي شفته بحياتي. ولا بس على أكيد في حدا أهبل منك. مين؟ أمورتي يعبرني فصة أجلسوها هنا هنا يا أبا.